مشاهدينا بنفكركم بالسيدة عطيات اللي بنتابع حالتها معانا من حلقتين ثلاثة كده. بنطمنكم ان السيدة عطيات اللي شفتوها معانا بالصوت والصورة في مواجهة مع دكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس في الحلقة الماضية، هنشوفها دلوقتي ونطمن عليها. بطمنكم انها الحمد لله هي دلوقتي في مستشفى الدمرداش. جوزها كان عليه 21 ألف جنيه شيكات بدون رصيد. دكتور ماجد الديب تفضل شاكرا واعفاه من اي مستحقات ماديه. هنشوف دلوقتي بصوت وصوره ونطمن على السيده عطيات وزوجها ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بعد ما جيت وسجلت معانا صوت وصل المسؤولين، رئيس الجامعه جابني هنا وبتعالج والحمد لله. قالوا لي ان انت عندك انيميا وعاوزين حد يعني يتبرع لي بالدم. اتعرض الموضوع في البرنامج بتاعكم، قابلت الدكتور ماجد الديب رئيس الجامعه وهو حولها على مدير مستشفى هنا دكتور حلمي الغر، وبالتالي هو حولها لنا على اسم بحث التجميل للاختصاص بالموضوع قرحه القدمين للساقين اللي هي موجوده عندها، وتم مناظره الحاله. الحالة الحمد لله مستقرة لحد كبير، وطبعا بتتعالج بالمجان في مستشفى عين شمس، في جامعة عين شمس اللي هي في مستشفى الدمرداش عندنا. هي دلوقتي حالتها ان رجلها اليمين او الساق اليمين فيها قرحة مزمنة نتيجة للدوالي، وطبعا دي العلاج بتاعها بيبقى استئصال للقرحة وترقيع جلدي. ان هي جالنا يوم السبت اللي فات عملنا لها دخول على طول، وبالتالي ان شاء الله على يوم الاثنين الجاي ان شاء الله هننزل عمليات تعمل الترقيع والاستئصال القوي حاليا، وان شاء الله تبقى في الف سلامه ان شاء الله. سجيتونا وقدرتونا فعلا، وفعلا قمتوا بالمشكله كلها وبعتين للاستاذ ماجد الديب. الحمد لله يعني الدكتور ماجد الديب يعني يشكر انه قطع الشيكات اللي كانت عليا، الشيك اللي كان عليا والاقرار. يعني الحمد لله يعني بنشكر سعادتك كتير جدا وبنشكركم كتير جدا. زي ما حضراتكم شفتم السيدة عطيات موجودة دلوقتي داخل مستشفى الدمرداش وحالتها في تقدم مستمر الحمد لله، وزوجها بالفعل تم إعفائه من 21 ألف جنيه قيمة شيكات بدون رصيد كان كتبها لعدم قدرته طبعا على استكمال مصاريف العملية ولانتهاء التقرير الخاص بالعلاج على نفقة الدولة اللي كان معاه. هنتابع حالتها طبعا بصوت وصورة مع بعض في الحلقات القادمة لغاية إن شاء الله ما تخف خالص بإذن الله.